زبال على وشه يا غزال يا غزال يا غزال قول لي عنده ريح قلبي رايح على فين عشان صادق الجميل تطلع غزي تعال بالله وخذ لك كرت من الكروت هذه وحاول تقنعنا باللي غزي موجود في الكرت لعبتك بس اذا كان حاجه لا يلا بس موجود اقرا بسم الله عالم اثار اقنع نفسك انك عالم اثار اه يلا طب دي جميله دي طب دي سهله تفضل يا غزي انا عاشق للاثار اصلي صحيح اه لو كنت جات لي اقنع نفسي اقنع نفسك لا نحن انك عالم اثار اقنع نفسك انت اصلا مش عالم اثار ايوه فاقنع انا مش عالم نفسك واقنع انك عالم اثار طيب بدا الليل اسمه ايه ذهب بدا العدو توقيت تفضل شوفوا يا جماعه احنا في الكليه في كليه الاثار جامعه بني سويف درسنا سيد حجار ان الحفر لازم يبقى على عمق 200 متر 200 متر في الاسبوع انت كده بتركب مواسير مش بتفعل لو الأصار. سمحت تعلم مجال لو سمحت لو سمحت احمد سمير احمد بسيم رجاء ما حد يتكلم معاه ما سؤال ما نردش عليه لا ما تردوا عليه اوكي احنا خلوه ياخذ راحته ثلاثه دول غلط فرط حركه فاحنا عملنا حساب المسافه العمق في الارتفاع بيساوي المسطح المائي اللي هو ممكن تلاقي فيه عملات معدنيه طيب. ممكن تباع بعد ممكن تلتفت يمين ترى في جمهور بيطلع لي لسان وبيه ما عليك من ماشي بس فاي حاجه بتزيد عن 3 سنين بتبقى اثر بتتحول لاثر تماما يعني انت عندك كم سنه تبقى انت اثير الخطايا فانت لازم تثير الخطايا انت لازم تبقى عارف كل حاجه ليها قيمتها حتى لو خشبه مرميه في الشارع انت ما تعرفش الخشبه دي بقى لها قد ايه ممكن تكون بقى لها زمان قوي فانت تاخدها تنظفها في فرش الواد ده بيعمل لكم ايه الوقت معك طيب في فرش مخصوصه غير بتاعه البويه في فرش مخصوصه عشان تنظف بيها الاثر الخشبه اللي انت لقيتها الاثر عشان ما تتجرحش عشان في لو الاثر اتجرح قيمته بتقل معروف يعني احنا درسنا ما درسنا في لما احنا درسنا في الكليات كلها مين اللي درس لك ايه اللي درس لك الراجل بتاع الكليات كله اما بنمسح الاثر فتاخد بقى في عملات بقى ايه في عمله في باريزه في شيلين الحاجات دي ايه الحاجات دي اه في هلله الهلله بعد 100 سنه مثلا مش هتبقى موجوده بس اللي معاه هلله بعد 100 سنه مثلا اوه يسوى هلله اوه اللي معاه هلله ويسوى هلله اللي معهوش هلله ما يسواش هلله الهلله البيضاء جميله اه في الهلله البيضاء بتبقى في الـ في الـ تنفع في الهلله السوداء في الجره السوداء المهم فالاثر الاثر نفسه لازم تتبع الاثر انت انت عايز ايه لازم تتبع الاثر بتاعك علشان تقدر تبقى عالم تلاقيه بالاثار اللي حواليك لازم انت تحس بالاثر اللي حواليك اقول جم لازم اثر اقول جم جم تعال 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 هنا انا والله انا ورايا يا استاذ هاني انا هني قيم هنقيم لا احنا ما نحتاج رايكم مع احترامي ايوه بالظبط ولا انت اللي تقول الكبير اللي يقول دين 10 مية مية طيب يا شباب بسيم احمد سمير زكريا بسيم الله خير غزي سالب 100 سالب 100 اه طبعا ده مبدئيا 7 صنايع والمخ ضايع مخ ضايع يا سلام ده تنافس ده نوع من ما حاولش يقنع نفسه حتى ان هو دخل الكليه دي ازاي مش قلت كل الكليات اللي في لا في المجاري لا ما انت ما قلتش حاجه ثانيه 200 عمق ايه بس وبعدين في فرق بين الاثر والاثار اثر ايه صحيح الاثر اللي اتكلمنا عنه وخشبه ايه اللي انا لو لقيتها لا والاثر هذا اثر اثر مفرد اثار ايه اثر صباح الفل إيه؟ صباح النور مفرد اثار ايه اثر ايه طب عايز ايه انت منين يا ابني انت منصوره عشان كده كيف تقيم صاحبك صراحه هو كذاب انت كذاب المنافقون خد بالك دارس اثار فعلا 3% حتى 3% والله يا اخي اعطيته 3 من 10 قصدي 3 من 10 طيب زيكو ولا احمد سمير قوم 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 اتفضل قوم ورينا شغل ورينا زيكو صفر لسه في لسه اللعبه شغاله لسه يلا يلا رجاء زيكو بصوت عالي عشان الصوت بائع عصير فاشل اقنع نفسك انك بائع عصير ناجح يا ابني من قبل ما تقنعنا وفاشل ناجح من قبل ما يقنعنا احمد سمير عامر اخصموا منه 100 نقطة اللي اعطيتها اللي بسيم اخصموها من لا انا مالي انا مالي لسه ما بداتش يلا
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته رجاله، اخباركم ايه؟ يعني انا جاي لكم كده عشان كان عندي شغلانه بس خربت مش من بايدي، مش بايدي يا استاذ، مش بايدي يا بيه، مش بايدي حضرتك. انا كنت بيع عصير، ببيع بس بعمل ايه، انواع عصير مختلفه، الناس ما حبتوش. يعني كنت بحط مثلا الكاوي على البرتقال، الناس قال لك يا طب انا مالي، انا بجود، هل ده غلط يا استاذ بيه؟ يعني هل ده غلط؟ لا، لكن احنا ايه، اتعلمت من اخطائي، بدات اجيب العصير برتقال، ابيع برتقال، يقول لي انا عايز عصير برتقال، اقول له اتفضل، انا عايز موز باللبن، اقول له اتفضل يا بيه، يقول لي بقى طب اعمل لي كوكتيل، اروح عصير البرتقال على الكنتالوب على المانجا واديه له، قال لي زود حليب، ازود حليب. يجي واحد يقول لي عايز عصير كيوي، ادي له عصير كيوي ولا ايه؟ فالحمد لله رب العالمين تعلمت من اخطائي، بقتش احط اي حاجه على بعضيها، والحمد لله رب العالمين بدات كده بمشروع صغير وفتحت كده يعني ايه زي منفذ كده، انا قاعد جوه وفتح منه طاقه صغيره كده. حد يقول لي اقول لك ايه اديني كوبايه عصير، اقول له حاضر من عينيا، راح مدد له ايدي كده يروح يشرب العصير. الحمد لله رب العالمين. وبعدين بهتم جدا انه يكون حلو ورطب كده يا استاذ هاني، جيب شويه ثلج واكسرهم واحطهم يا ابني، انا معاك انت مش فاهم مش على كده، انت حط شويه ثلج كده يا استاذ ابراهيم ركز معايا عشان يبقى ايه كده عصير ينزل رطب كده عليه. لكن بعمل حاجه مهمه، ساعه رمضان ما باخدش فلوس العصير، بدي العصير كله للصايمين عشان ربنا يكتب لي الاجر. الحمد لله رب العالمين. هو مش معانا عايز يقنعنا بالعافيه كده. يا سلام يا ابني، انا صراحه فاشل، انا صراحه بقى جيد، ما راح اقول يعني رايي في ده. اتفضل يا استاذي. طبعا هو اتقن في الناجح، لكن المشهد مطلوب انه يكون فاشل. لا مطلوب يكون ناجح. هو مش بايع عصير، انا كنت فاشل. هو يقنعني انه بايع عصير فعلا. فاشل والله. لا بجد. لا اقرا الورقه ثانيه يا استاذ. انا كنت عايز ابراهيم اقرا ثاني. هو انا ابراهيم نفسي بايع عصير فاشل. فاشل. اقنع نفسك انك بايع عصير جيد. فهمتوا كده؟ ايوه بس انا ما اقتنعتش. لا ما اقتنعت. لا انا امانه بالامانه 100%. شكرا يا ابراهيم. لو هو كده انا اقتنعت. لو هو كده 100% انا ما اقتنعتش. وانا كنت فاهم عصير فاشل. لا دقيقه 50%. ليه؟ لانه ما يقدم للصايمين اي مشروع لهذه الدرجه. يعني زكريا قام من مكانه وقرا الكرت، ولا واحد فيكم يعني خزن في دماغه ايش اللي قراه زكريا؟ لا اللي خزنناه انه فاشل. انا زي ابراهيم برضه انه فاشل. لا بائع فاشل. اقنع نفسك انك بائع عصير جيد. لا ما سمعناها. بس هذا خطا مين؟ خلاص نرجع للتقييم بقى اللي شافوه. قيموا. شكرا يا ابراهيم. بالله اعطونا التقييمات في الهاشتاج، اعطونا التقييمات في الهاشتاج. غزي واحمد بسيم وزكريا تعال يا نقيب. من باب المنافسه. خلاص خلصت المسابقه. لا باقي. طب انت ما سمعتش التقييم من الزملاء يا استاذ؟ من باب المنافسه بس يا استاذ هاني. استاذ هاني ما سمعتش التقييم من الزملاء؟ قلنا خلاص 100%. قيموا. شكرا. قيموا يا رب العالمين. عيب عليك. تعال يا نقيب. يا حبيبي يا استر. قلبا وقالبا يا ابراهيم قول اللي انت عايزه. طب هات انا. من باب المنافسه. لا انتوا انا ده زميلي. اتفضل يا ابراهيم نقيب. ده انا قلت لما اقول بتاعه رمضان دي خلاص بقى قلنا 100% بقى. يلا خلاص يلا يا نقيب اقرب صوت عالي يا اخي سمعنا. كوميدي ما يضحك. يعني انا كوميدي ما اضحك. اقنع نفسك انك تضحك. طب يا ده طب انت كده مديله دوره. استنى اقنع نفسك انك تضحك ولا تقنعنا احنا؟ ما اضحك. لا ثانية زي اقنع نفسك انه عالم اثار. زي اقنع نفسك انه عالم اثار. انت فاضل تنتين. واحدة اديته واحدة حتشوف الثانية لاحمد سمير. انت كوميدي حتحذرني اني اعطيته هذه. انت كوميدي وتقنع نفسك. كوميدي ما يضحك. كوميدي ما بيضحك. واقنع نفسي اني قاعد اضحككم. مش تقنع نفسي. يعني يقنع نفسي يقنعنا كلنا. يا سمير زي عالم اثار يا سمير. احمد لحظة شوي بالله لحظة. يعني اقنعنا انه بيضحك. احمد سمير ميوت. بس طب شغله عشان ما تزعلش. في نفس اللي بيضحك مش 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 فريز ميوت. لا ميوت اتحرك. لا والله يلا اتحرك. تفضل ابراهيم 3-2-1 اكشن. لا لازم تبصلي من شروط المسابقه. لازم تبصلي. انا ميوت. انا معاك يا استاذ. بس ما حد يتكلم ولا حد يرد عليه. لا ما حد يرد عليه. بس لازم تبصلي. يلا ابراهيم الوقت ترى. يقول لك كان في دقاقه بتبيض بيض بدون قشر. ليه؟ لأنها تستخدم شامبو ضد القشر. الحمد لله حصلت على عدد رتويت كثير. يا ربي. عدد كثير من الرتويتات والديسلايكات شبهك بالضبط. حلوة. احنا كده نجحنا. يقول لك ليش الخباز ما عنده ساعة حائط؟ بالله تقول ليش الخباز؟ ليش؟ ما عنده ساعة حائط؟ ليش؟
لانه عشان ما يشوف الدقيق دخل في الدقيقه. انت قلت تراجيدي ولا كوميدي؟ كوميدي كوميدي. شوف ضحك. ايوه ضحك ضحك يلا من حاجه بس. شكرا. يعني ثقيل دم. انا ما انا اقنع نفسي اديك صفر برضو. هاني تعبت انا داري ما اعرف خلاص لازم اقول خلاص. لا خلاص لا لا كمل يا ابراهيم. انت ولا ايش يا غزي؟ يا ابراهيم عايزين نكسب بس مش انا متضايق انا قاعد متضايق. طيب اخر واحد احمد سمير عامر. طيب الاول لا لا ما احتاج ما احتاج تقييم. لا يا راجل. طب انا عندي تقييم ليك يا ابراهيم. ايه رايك؟ يلا يلا طيب ناخذ تقييم ابراهيم بما يرضي الله. بما يرضي الله. للاسف زي العسل. الله بضحك لما بشوفه اصلا مش محتاج. غزي في الاول ضحك له نفاق كده عشان صاحبه اللي هو ابراهيم قدر يضحك بسيم واحمد سمير ان انا ما ضحكنيش. ما ضحكك الحمد لله طبعا من كل قلبي من كل قلبك 100 من 100. يلا تعال يا من باب المنافسه ده احمد سمير يلا. اقرا اللي موجود في ال صوتك شين اقنع نفسك ان صوتك حلو. اوبا حاضر برافو يا ابراهيم. صوتك شين يعني صوتك عادي ما تنفع لي فعلا ما تنفع لي. اقنع نفسك ان صوتك حلو. كنت عايزها انا يعني قول يعني اقنعنا ان صوتك حلو. اي والله بنقول شد الحزام على وسطك غيره ما يفيدك. لا اله الا الله. لابد عن يوم تفرج ويعدلها سيدك. وان كان شيل الحمل على ظهرك يزيدك. يكيدك. اهون عليك يا حر من مدت ايدك. مد يلا بينا انت ويا. اول حاجه تانية ونستعنى. اول حاجه تانية بس 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 بس. النور مكانه في القلوب. لحظه انت فاهم انت صوتك مش حلو اصلا فلفل ده فلفل فلفل ولا في الكارت. ايوه انت صوتك مش حلو. يعني اصلا انت صوتك مش حلو في الكارت. ما هو طبيعي. حاول تقول لنا صوتي حلو. انا صوتي حلو بس صوتك مش حلو. لا بس انا صوتي حلو. طب اسمعوني. طيب اسمعوني ادوني فرصتي. انت مش فاهم. انت مش فاهم. انت مش فاهم. وكم لحظه نشز. لحظه تخيل شخص صوته مو حلو. مو حلو تماما. فجاي عايز يقنعك ان صوته حلو. انت جالس بتجود في صوتك. انت بتقول حلو. انت ما تقولش حلو. يعني انا بقول حلو. طب كده اقتنعنا ان صوتي حلو. خلاص ماشي. اقول وحش بقى. يلا. النور مكانه في القلوب. يا عم بتاع النور. احضن خيوط شمس الغروب. فاتورة سبتمبر يا عم. تكون قد الحياة يا تعيش وحيد وسط الدروب. حلي مرار ليام لسه الحياة قدام وملون الأحلام. وأوعك اسمع دي حاج كامل. وأوعك ما تضحكش جسدك في قلبه الروح. مستشفى مجانين. ايوه في واحد هنا جروح. بغنى بقى ان صوتك حلو. اقنعنا ان صوتك حلو. اخلص. هو انا صوتي حلو. ايه رايكم؟ مقتنع. حلو كده. حلو. مقتنع. اقول اخر حته. اخر حته. لا لا والله اخر حته يا استاذ ابراهيم. اخر حته بعد اذنك. طب مش حلو. بيداوي كل جروح. يا ولا ما فهمت كيف يا ولا. انت صوتك وحش وبتحاول تقنعنا ان صوتك حلو. يعني كلمنا ان شكرا يا احمد. انا عملت هايل يا ابو محمد. اخرب. كيف التقييم يا اساتذه ابراهيم النقيب؟ من باب المنافسه. غزي من باب المنافسه 10 على 10 يا حبيبي. العكس حبيبي يا ابراهيم. لا 10 على 10 من باب غزي. هو قاعد يقنع. هو قاعد يأوفر. لازم ما قلت لكم تناقشوا يا اخي. قلت لكم طيب عايز تقييم على صوتك. ايوه كده لازم سوي 10 على 10 10. انا اسال خلاص. عطنا تقييم. نعم.